ماشي بعليسة. هاي هاي شكوني عليسة. آه ودخلنا في الصعيبة. عندك فكرة شكوني؟ ذكر النكتة خلوا واحد شكون عليسة قالوا أسست قرطاج. هاي عندك شي فكرة على كيفش أسست القصة تذكرها ولا؟ أسمعني أنا في التاريخ ما نكذبش عليك نول. وجغرافيا؟ جغرافيا توشطيشن. ملكت قرطاج من علاش تم فكاش باشا عليسة جات لتونس وعملت قرطاج. قصة كبيرة لازم نكتب وبرشا حاجات باش نعمل القصة الملخص اللي تعرفه انت. نعرفوا عليسة هي مؤسس قرطاج. كيفاش أسستها؟ أسستها جات عملتك الجلد هذاك وقطعته وبدات بشوي بشوي لتوسعت وراك حتى أمورها ولات قرطاج. منين جاتها؟ جات من روما. عليسة يعاقبها ملك الرومان قال له مش ننفيك لتونس أخي. طلبت منه باش يعطيها أرض قد جلد المعزة. استغرب هو والقبائل متاعه كل استغربت شنية أرض قد جلد المعزة. اش عملت؟ شدت جلد المعزة وقصدته خيوط 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 جويدين وعملت به سيرك كبير اللي هي قرطاج وأسست الدولة القرطاجية. شنية قصة عليسة؟ ما هو طرف جلد خذيتها وقطر من حب ناخو تيران في تونس قد المساحة متاع جلد. قالوا لها تفضل شدت جلد تقص فيه تروف تروف حتى خذت مساحة كبيرة. قداش المساحة كبيرة؟ هكا فما عنديش فكرة. عندك فكرة من جيت عليسة؟ جيت من جيت لبنان مغادي. هي اللي أسست قرطاج. شكوني بالضبط هي منين جات؟ والله كيك ما نعرفش. كيفاش أسست قرطاج؟ عطيني الملخص شنو تذكر. بقرة بجلد بقرة ما نعرفش. ما يقولوا غلطة أسطورة بقرة مش نعرفش. قصدت وردت توليسر ودورت معناتها بالبيريفيري وعملت به أسست بقرطاج. عليسة اللي أسست قرطاج هربت من خوها من روما يظهر لي هكا جات لتونس أسست دولة قرطاج. شنو صار بالضبط؟ ما نعرفش تهاجت هي وخوها على الورث وعن الملوكية وعن حاجات كيما هكا. هربت من خوها خاطر الزعم باش يقتلها خوها هكا هربت. الحكاية متاع الجلد اللي استعملتها هي؟ لا الجلد وين يستعملوه؟ الجلد يصنعوا برشا حاجات لبسة و... ايه هي استعملت بيه حاجة أخرى؟ كتابة استعملت بيه. أفلاطون